وهذا الخيل صدره
وهذا وداك بالهند والدار ركب غازة وتعلى حسين لقاب الجثث وانسل بيه صب الدمع وتحسر عليه ونادى احتسب عند الله واصبر قضيت وقبض يا شبان وحسين فالوحيد بالسبر بالعين احبه لو غير الحمام حول ولا قوة الا بالله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وجليل خطابه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هذه الآية الشريفة ندبت إلى الزواج وحثت المسلمين عليه ثم أمرتهم بهذا الأمر وأكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله تأكيدا صريحا حيث قال تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط وإن السقط ليقف محبطا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل والده فهذا الأمر التشريعي والنظام السماوي المأمورين به من الكتاب والسنة مبتن على أمور مبدئية وعلى مقدمات وهذه المقدمات مذكورة في كتب الفقه الإسلامي وقد تعرض الإسلام إليه من الناحيتين من ناحية الزوج ومن ناحية الزوجة مبدئيا قبل التزويج أما الآية فقد تعرضت لهذا المعنى بصورة مجملة أنكح الأيام هو الزوج أو الزوجة معا يطلق على الذكر أين وعلى الأنثى أين لأنهما إذا خلا من الرجال خلت الزوجة خلت المرأة من الرجل أو خلى الرجل من المرأة يطلق عليه هذا الاسم فعندها
يعرف ان هذه الطريقة مطلوبة وهي طبيعية لكل البشر ولا غنى عنها، وبالاخص الشريعة الإسلامية من دون الشرائع حست وأكدت وفتحت أبوابا عديدة ورغبت في ذلك، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله سبب هذا الترغيب هو المباهاة بالأمم، ثم الفضيلة التي تترتب عليها يترتب على الزواج، يقول ولو أنه يولد سقطا لكن مع ذلك السقط لي فائدة، هذا باشر يوقف يوم القيامة الأولاد يربوهم، أكو نفع دنيوي نفع أخروي، النفع الدنيوي هو أن يثقل الأرض من لا إله إلا الله، وأن يقوم الولد بالكفاح في هذه الحياة من أجل قضاء واجب المعاش وواجب المعاد، واجب المعاش مرتبط بالقيام بالعمودين إذا ضعفا ينفق عليهما فمصلحتهم للأب الدنيوية، بما إذا ضعف الشريعة السمحات لازم تقول له تعال قم بوالديك، وأما المصلحة الأخروية هاي المصلحة الدنيوية، ثم في حال التمرين العبادي يعني إذا كان يعلمه صلاة وهو صغير بعد لم يبلغ التكليف، هذا وين الصلاة هاي اللي يصليها صبي؟ تسجل في سجل أبيه لأنه لم يوضع عليه قلم التكليف، وثانيا من ناحية الأمر العبادي إذا حسه عليه والتزم به يكون شريكا له في الأجر لأن الآمر والموجه إذا وجه الولد إلى الصالح ومشى الولد يكون أشبه شيء بالصدقة الجارية الغير المنقطعة، كل عمل ابن آدم ينقطع عند موته إلا من ثلاث، وأحدهم الولد الصالح، أحدهم الولد الصالح والمسبلة الخيرية، وقف وقفه أوقفه على المصالح العامة، أو مثلا ورقة عليها علم تكون حجاب بينه وبين النار، هاي الأشياء اللي ما تنقطع يموت الإنسان وهي باقية. الولد الصالح صلاحا يؤثر أثره، يؤثر أثره في الولد وهو بعد موته، من الولد يصل إلى الوالد بعد موته، والعكس نستجيب بالله ما يؤثر إذا كان لم يكن هنا هو سبب، إذا لم يكن هو السبب بشرط أن لا يكون الأب سبب، أما إذا كان الأب سبب فهنا المشكلة،
خلصنا اموال قائلة. وقام ذاك الولد من بعده يصرف بالاموال فيما لا يرضي الله. هو مما يصنع عام وذاك يكون عبؤها عليك. الثقل يصير على ظهره ومنا هذا يتنعم. ولكن مرة يذكر الشيء ومرة يصير كبد مرة بالمرة. فإذا ذكره بشيء هو نعم، وإذا لم يذكره بشيء فنستجير بالله. أما في هذا الزمان فالحقيقة أن الأولاد دائما يثابرون على زيارة آبائهم بعد موتهم، يشوفهم مالئين المقابر، يروحون كل جمعة يزوروهم، يدلون قبورهم ينزلهم فاتحة، بل يشوف المقبرة غاصة يقول ها هاي منو؟ قال هاي اولاد فلان، وقال هذول اولاد فلان قائمين بالواجب يدلوهم. اي نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. بوي السفينة ينبغي ان يمشيها صاحبها الان لكي لا تذهب الى ذلك البحر العميق فتغرق. بل فهذه السنة، نرجع الى ما كنا فيه من الآية، فالسنة المحمدية حست واكدت وجعلت مقدمات. اولا عينت الافراد، عينت البيوت، شخصت وفصلت السنة المحمدية من يأخذ الانسان وبمن يتصل ولمن يأخذ. فمرة على نحو الاجمال قالت اياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن من هي؟ هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. نستجير بالله. اشبه شيء بنبتة نبتت نبتت على الروض، يشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبتة اللي نابتة على الروض. شوف من بعيد خضرة، ولكن ما بها فائدة لان ما جوها ارض، ما جوها ارض روض. ثانيا بينت الشريعة بألفاظ لغوية إياكم واللهبرة والهيدرة والنهبرة واللفوف. هم بينت تفصيل ذلك في محله لمن أراد أن يتزوج. ثم سمحت وفتحت بابا للتعرف على من يريد اخذها بطريق الاطلاع لكي لا يقع التدليس، لان الدين الاسلامي يقف في طريق التدليس، يقف في طريق الغرر، لئلا يقول دلسوا فله حسب ما امر الامام الصادق سلام الله عليه رئيس مذهبنا، له نظرة ينظرها ماضية وعائدة، ينظرها ينظر شعرها ويديها ووجهها حتى لا يقع في الخطأ الذي يتهدد التفريق او الذي يتهدد الزوجين بالتفريق.
وسمح بأن تكون النظرة بشرط، بشرط أن يريد التزويج، والنظرة الشيء من باب الاستطلاع أو الملعب والمهزلة فإنها محرمة في الشريعة السبحة. هناك نظرات مباحة، النظرات المباحة هو أن يواجه المرأة وجها لوجه بغير قصد، أما إذا كان يقصد النظر بقصد التلذذ والشهوة فنستجير بالله من هذه النظرة، فإنه يعقبها يوم القيامة مسامير من نار تكوى بها عينه يتألم من حرها. فإن النظرة لا بد وأن تكون لم تتلبس بشيء من الريبة. أما من أجاز من علماء الإمامية من أجاز للمرأة أن تكشف موضع الطلاق من وجهها وظاهر كفيها وكفيها وظاهر قدميها كما هو موجود في بعض كتب الفقه، أن بعض العلماء من الإمامية يسمح بأن المرأة تفتح وجهها تكشف وجهها يعني من قطاعة الشعر إلى هذا المكان بشرط أن لا يخرج الشعر. هذا السماح سمح به بعض العلماء من الشيعة على مقتضى التقليد، كما سمح بأن تخرج المرأة يديها كفيها وقدميها أمام الأجانب. ولكن إذا لم يكن هناك ناظر بريبة، أما إذا كان الناظر بريبة فلا، لا يسمح بذلك، فلا يطلقون الحكم إطلاق المسلمات. يقولون بعضهم يستشهد، يقول احنا شفنا بعض كتب الفقه بالإمامية تسمح للمرأة بذلك، يأملون على السماح على إطلاقه وبس. لا، مو على إطلاقه، بل بشرط إذا أمنت قريبة ناظر قريبة. أما إذا في زمن غلب الفساد فيه على الصلاح، أما إذا كنا في زمن قد غلب الفساد فيه على الصلاح فعند ذلك أي مجال لأن يسمح بأن تخرج المرأة من بيتها عوضا عن أن تكشف وجهها. أما دعاة السفور الذين يطبلون ويدمرون من أجل أن يدخلوا المرأة إلى مجال العمل أو يريدوها أن تشارك الرجل في جميع المجالات، فإن الدين الإسلامي أعطاها حقوقها الكاملة في حدود الفضيلة، لا أنها تذهب إلى محل الرذيلة أو تستعمل ما يستعمله أهل الرذيلة. ورحم الله المرحوم الشيخ عبد الحسين الحلي حيث يقول في قصيدته: ألا يا ابنة العرب الذين رأوا أن السفور رقي الخر بالعين أقل عمالهم حتى لك التجأوا، أم أنت أحكم ضبطا بالدواوين؟ كفاك تربية الأولاد مشغلة وخدمة البيت عن سن القوانين، لقد دعوها لترعى والذئاب معا وليس ذئب على شاة بمأمون.
تروح ويا الذئاب حتى يفترسها المفترس ويقتنصها المقتنص. وهذا ليس في شريعة الإسلام من شيء، ولا يرتكز على الفضيلة في شيء، وإن الفضيلة لتحارب كل الغدائر، وإن الدين الإسلامي ليقف في طريق كل ما يكون منه أذى بأي نحو من ذلك، أو فساد أي شكل من أشكال الفساد. ولكن قالت الأصبع قولا حللته الحكماء في سموم ماء ولا ينطق من في فيه ماء. فالزواج علقة جليلة حث عليها الإسلام وأكد عليها، وندبنا بأن نقوم بها، وأن الفرد منا ليتوقف عن الزواج من ناحية الفقر والفاقة. ولقد قال الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء، ما أزل أي شيء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ألا ترى أن الله يعد العبد شيء ولا يؤديه إليه؟ يصير واحد يقول أنا أترك الزواج لأني أخاف الفقر، ثم أتوا بعض المطالب المتغلغلة في بعض النفوس، وهذه ما إلها مساس بالشريعة بعد. يقول إذا كلم أحدا من أجل أداء واجب مثلا، يريد يروح يؤدي واجب كالحج، قال لا أنا مو متزوج، والمو متزوج ما تقبل حجته، ما تهش في الشريعة الإسلامية، بل يذهب متزوج أو غير متزوج، لأن هذاك ما إلى علاقة. نعم، بشرط أن يكون الفرد الذي يريد أن يذهب إلى مكة إذا كان هناك تعارض بين الذهاب وبين الزواج، معنى أنه تسوق نفسه للزواج، بحيث لو أخره يخشى على نفسه، هنا يرجح جانب الزواج على أداء الواجب. يعني لو كان عنده فلوس بكلا من وجهة واحدة، يقول لك أنا ما أقدر أصبر عن المرأة لئلا يخشى أن يقع في مأساة أو مخاطر، هنا يترجح جانب الزواج، يقول الشريعة السمحاء أول الزواج. وأما تعارض بينهما أو أن يتوقف أحدهما عن الآخر، لا، ما فيش. ثم هذا الزواج له حقوق وواجبات كما قدمنا، ومقدمات طويلة يقرأ بها الإنسان شهر كامل يقرأ بها مجالس مقدماته، مو هو الزواج، مقدمات الزواج. ليش نقول احنا ما المسلمين اخواننا ابنائنا ما يقرون كتبنا، ما يقرون كتب التشريع الاسلامي؟ يلاحظون يشوفون ان جميع القوانين الشخصيه، الاحوال الشخصيه التي كتبها الكاتبون شرقيون وغربيون، ماكو مثل الاسلام نظم صحيحه مركزه تضمن سعادة لكلا الطرفين، للزوج والزوجة. احنا مو محتاجين ان نجيب اشياء من الخارج، مو محتاجين لان نستورد عقائدنا وطرائقنا من الخارج، احنا ناس اغنياء، شريعتنا غنية سرية، يأخذ يقترف من المغترف، مو احنا اللي نجيب تحسينات الناس من برا ونخليها للزواج. اشتري لهم تحسينات الزواج، جيب لاخر الصور امام الحج توضع في شاشة ليشاهدها القريب والبعيد والقاسم والداني
هي تكون لزوج او تكون لعشرين زوج او تكون لمئة زوج. الزوجة تصير الزوج واحد لو ياخذها مئتين زوج. ما شو جبنا من الخارج الا اخذ الصور ناخذها ونخليها عند المطور. ما جبنا من الخارج الا اشياء خلاعية لا تبث الى الاسلام بصلة. جبنا من الخارج الشنيور. ما نقول ما يخالف الشنيور خلي يسوون 70,000 شنيور. لكن المشكلة مو مشكلة الشنيور. المشكلة ما هي أدوى وأمر. ولقد قدمت في كلامي قالت الضفدع قولا. مراسوم الزواج مراسوم عديدة والمجال ضيق وإلا لفتحت بها أبوابا عديدة وأبنت أن الإسلام كيف جاء بالسعادة وكيف أتى بالنظم الصحيحة. ولكن نظرا الى انه سيشغلنا شاغل عن اداء هذه الوظيفة او بيان ما يتعلق بالموضوع بواسطة الحادثة التي حدثت بكربلاء. هناك حادثة في كربلاء حادثة غريبة من نوعها. ليش غريبة اصبحت غريبة؟ لأن ما يصير يجمعون بين زواج وبين قتلى وبين مأساة. هذه أصبحت غريبة من هنه. ولذلك تشوف بعض من يصعد المنبر يقول على أنه ما صار زواج في كربلاء لأنها غريبة حقيقة. وهي إذا قال هذا الخطيب قال ماكو زواج بكربلاء إحنا نصدق. ليش نصدق؟ لأنه قد أمر غريب. الحسين بلا حالة حتى يزوج القاتل. الحسين بأية حالة في ذات الوقت تقوم يزوج القاتل؟ ولكن إذا جينا إلى علمائنا بالبحرين لأن احنا مو محتاجين إلى أن يجي واحد يقول لنا على أن الفتوى هكذا والأمر كذا والحكم كذا والتشريع كذا. احنا ناس في بلدنا مملوءة بالعلماء مملوءة بالأفاضل مملوءة برجال الدين الذين كرسوا حياتهم وكتبوا ما كتبوا من أجل التشريع الإسلامي حتى ضربوا الآفاق كلها كالمرحوم العلامة الكبير الشيخ يوسف البحراني الذي قلد في العراق وإيران والبحرين وكالشيخ نيسن الموجود قبره الآن ومعروف لديكم وكالعلامة الشيخ حسين وغيره من علماء جلاء من علماء جبحف الشيخ علي آل يحيى وغيرهم من الأكابر الذين نشروا الفضيلة والشيخ علي المغاضي والشيخ سليمان الماحوزي. هؤلاء كلهم الجهادلة وغيرهم والبلاديون كلهم نشروا الفضيلة في أرض الفضيلة في بلاد الفضيلة. مو محتاجين إلى أن يجون يقولون هذا كذا وهذا كذا وفوق المنابر هذا ما صار أو ما صار. نرجع إلى سيد هاشم السوبلاني نشوف يقول هذا القول ولا. جينا سألنا سيد هاشم السوبلاني هذا العلامة الشهير الذي كتبه قد انتشرت منها مدينة المعاجز يقرأها القريب والبعيد ومنها معالم الزلفى يقرأه القاصي والداني ومنها مفتاح الكرامة وغيره من الكتب الجميلة التي انتشرت وطبعت في إيران والعراق ولبنان وسوريا. نيجي نسألهم دولة نقول ما القصة إلها واقع صحيحة صدرت في كربلاء لو لا لو نحتاج إلى أن يجينا واحد خطير يقول. قال لا لا يحتاج أنا قد كتبتها في كتابي كتاب لا كتاب كتابي الموجود المعروف بمدينة المعاجز مكتوبة عندي. وين؟
لا راجعها، تجد مكتوب ان الحسين عقد بين سكينة وبين القاسم يوم كربلاء. بعد اكو واحد وافقت من علماء العراق؟ قال نعم، عندي واحد وافقني على هذا الرأي، الشيخ الطريحي رحمه الله النجفي المشهور صاحب مجمع البحرين، ها، صاحب الكتب الجميلة، الشيخ الطريحي رحمه الله، هذا يوافقني ايضا، يقول على انه حدث زواج في كربلاء. زين، هذه خلينا نجي الى ندخل الخيمة هناك، اذا رحتوا الى كربلاء وفقنا الله واياكم، ادخلوا الخيمة هناك، سألوا وين خيمة القاسم؟ وين التي افردها الحسين سلام الله عليه؟ افرد هناك خيمة وما افرد، وليس هاي موجودة الى اليوم؟ ليش العلماء ما هدموها؟ كان هدموها العلماء، قال هذا ما له اصل وشيلوا هالخيمة هاي. وش يصير يعني؟ مو الزواج بمعناه الصحيح يا اخي المؤمن ايها المتدين، يا من حضر مجلس الحسين، يا من اراد مشاركة الحسين في جفاف القاسم، اذا مضيت الى كربلاء تسأل، قول تم هذا الزواج هو تم يوماته، مش اسأل هذا الزواج والعقد، العقد بين القاسم وبين سكينة هو تم يوماته، بس هذا السؤال بس، أجل من هذا ما نسأل احنا. واذا بالجواب مات، ليش؟ لانه انعقد مات، ها؟ اعرف حسايتي، ها؟ اعرف حسايتي، لا تفوت عليه، لا تفوت عليه، خلي قلبك يملي. اقول هذا الزواج تم او لم يتم؟ بتقول لي هذا الزواج مات، ليش؟ لانه انعقد مات، انعقد مات. شلون انعقد مات؟ قال لما جاءوا الى سكينة ليأخذوها، قالت والله يا عم لا يخلوني على هواي. الزواج برضا يا مو برضا؟ الزواج برضا. يوم جاوا الى سكينة قالوا لها الزواج، قالت صبروا شوية، صبروا قليل، والله يا عم لا يخلوني على هواي. وين تريد تروح؟ لا روح للمقطع الى جانب الماء، ومن فاض نحره لاصبغ شمالي ويمناي، وقل لي حمل الخيل حاطت بالصواوي. زواج جالس الزواج، انت ناقل اقدامك وجالس بالحار، جاي الى زفاف، شوفك جاي تمشي، ها تبين، ها تبين اصبح حال الزفاف زواج، هو الزفاف والزواج لابد الى نساء، نشوف كان مسار بكربلاء وما صار، كان مسار نزال شنو الرؤوس؟ أيدي، ها؟ صارت هناك قلوات وجلوات، بل صارت قلوات وجلوات، الصياح، العطش، قد قتلنا، الأطفال يبدون واحد أشياء، وهذه تنجب أخاها، وتلك تنجب أباها، وهذه تنجب فقيدها، ها؟ هذا هو؟ هذا هو الزواج؟ ياكو بعد هذا القاسم
لم يبلغ، يعني لم يبلغ التكليف، لم يبلغ التكليف. يطلب الجراز صغار قدمه، هو هم يريد قدم يؤدي ما عليه من واجب تجاه أبي عبد الله الحسين. جاء إليه سلم عليه عن الجراز رخصة. الحسين عليه السلام أرخى رأسه ودمع عينه، قال يا ابن أخي أنت شمامتي من أخي الحسن، أنت شمامتي من أخي الحسن. أرجعه اختصارا، أرجعه ولم يأذن له بالجراح. القاسم قد ربط إليه أبو عودة، قال له هي دواؤك، هي دواؤك إذا تراكمت عليك الهموم والغموم، ترى هي الدواء هذا، يشتد عليك الهم، يشتد عليك الغم، تصيبك المصائب، تنزل بك النوازل، هاي دواك بهاي العودة، تفتحها تقراها جميع الهموم تزول عنك، جميع الغموم تنتزع. هي العودة وين طايرة؟ بالذراع مشدودة. قد شدها أبوه إليه وقال لا تفتحها إلا إذا رأيت نفسك في هم وغم شديد. ما مر عليه يوم في هم وغم دون ذلك اليوم الذي أرجعه فيه عمه عن الذراع. هذا أكبر يوم مر على القاسم في هم وغم. عندها جلس في الخيمة ففتحها وإذا فيها مكتوب بني قاسم إذا نزلتم بكربلاء، بني قاسم إذا نزلتم بكربلاء وأحاطت بعمك الأعداء وأتيت إليه فطلبت منه البراد وما نعش عن البراد فلا تقصر عن نصرته وحاوده المرة بعد المرة. عند ذلك فتحها ومضى مستبشرا للحسين يعلو على وجهه البشرى إلى أن وصل إلى الحسين وهو جال. بمجرد أن رأى عليه البشرى تغير نظر إليه نظرة، التفت إليه رأى عليه البشرى شلون هو رايح مهموم مغموم مكروه وإذا به يقول يا عم قد حصلت الرخصة، حصلت الرخصة يا عم للإمام المفترض الطاعة، عم قد حصلت الرخصة للإمام المفترض الطاعة. لما سمع الحسين ذلك قال بني وأين الرخصة؟ دفع إليه الورقة بمجرد أن نظر إلى كتابة الحسن، نظر إلى كتابة أخيه تذكر أيام، ثم وجهه إلى جهة المدينة مسلمة مناديا السلام عليك أيها الغريب، ثم التفت إليه قائلا بني أنت بعد أوصيك وأنا بعد أوصيك، أنت عندك وصية وأنا هم أحمل وصية، الوصية شنو؟ عندي وصية لك يا بن طه المبرور، هاتك الوصية، لأن نزلت كربلاء فيام، زوجت زينب الولد جاسم، عندها أخذ بيده نادى زينب أين الصندوق أخي الحسن؟ هاي من طلعوا ثياب الحسن اشتدت المأساة وتحاضرت الحضرات، ماذا تصنع بثيابه؟ قال اريد ان البسها ولده القاسم. لن تلبسها ولده القاسم ولماذا؟ قال لاننا نريد ان نقيم زواجه وعيشا. ثم نادى بالزينب يا زينب هيئي سكينة، فهيئتها فعقد بينهما عقد القران، ثم افرد لهما الخيمة. لكن بعد ان افرد الخيمة وعقد يوم اقول لك ماتم، ها ماتم، لما عقد على القران، هم يقولون جميع الرواة اللي يرونها الرواية يقولون عقد عقد القران وادخلهم الى الخيمة واذا بالمنادي من الاعداء. لكن الحسين عندما عقد عقد القران اراد ان يدف القاسم احد معه
ما بعد منادي انا احبك هلموا لدفات الشباب عندها التفت الى النساء زينب سكينة هلئها وقير باب هلموا لدف الشباب يا ابنة الاكرمين فتحية كان بالطعام يا ابنة الاكرمين من بني حاشم علقي السمعة في خيرة الحاشم يا ابنة الاكرمين من بني الفاتحة مع الصلوات.